عشان كده أي زول مسلم على وجه الأرض في السنة كلها عنده عيدين اثنين، عيد الأضحى وهو أعظم العيدين، وعيد الفطر. وفي الأسبوع عندك يوم الجمعة ده عيد زي ما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، تاني ما في أي عيد إطلاقا. ليه يا جماعة؟ لأنه العيد في الشرع عبادة، زي الصلاة عبادة والزكاة والصيام والحج عبادة، العيد عبادة. فلو زول جاب له عيد ثالث ولا عيد رابع، زي الزول جاب له واحدة في العبادات زاد له واحدة في العبادات. عندنا 5 صلوات: الصبح، الظهر، العصر، المغرب، العشاء. زول قال في صلاة اسمها صلاة الساعة 12 18 ركعة لأنه أنا بحب الله شديد، هل الله بيقبل منه يا جماعة؟ ما يقبل. ليه؟ لأنه النبي عليه الصلاة والسلام جاء ب5 صلوات، قال: فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. ده الفرض. بعد ذاك النافلة ده موضوع ثاني، الفرض 5. لو زول زاد على الفرض صلاة سادسة أو 7 حرام، الله ما يقبلها. كذلك لو زول زاد على العيدين جاب له عيد ثالث أو رابع أو عاشر، الله ما يقبل. الجهة الثانية فيهم تشبه باليهود، فيه تشبه بالنصارى، فيه تشبه بالنصارى. والرسول عليه الصلاة والسلام قال: ومن تشبه بقوم فهو منهم. الشبه تبع اليهود، الرسول قال هو منهم. الشبه تبع النصارى، الرسول عليه الصلاة والسلام قال منهم. لأن المؤمن يا جماعة مطالب يخالف اليهود ويخالف النصارى. حتى لو عندك إجازة في اليوم ده در تطلع تتفسح، ما تتفسح في اليوم ده. ليه؟ لأنه عمر بن الخطاب قال: إن السخطة تنزل على النصارى في أعيادهم. السخط ينزل من الله في الأيام دي على النصارى، فكيف أنت تطلع معاهم وتحتفل معاهم أو تقول يا أخ ده يوم دار نشوم فيه والنسيم؟ بعدنا أعياد اليهود والنصارى دي شيخ الإسلام ابن تيمية قال أشد حرمة من أعياد الجاهلية، من أعياد المشركين الأوائل. ليه؟ قال: لأن أعياد الجاهلية، أعياد المشركين الأوائل، لم تكن مربوطة بعقيدة. ذاك ناس دار ينططوا ودار يرقصوا، عرفتها، ودارين يأكلوا ساكت، دل الجاهلية الأولى. أما اليهود والنصارى أعيادهم مربوطة بعقائد. عندك عيد رأس السنة الميلادية ده قالوا إنه ده ولده فوق عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، مع إنه النصارى ذاتهم اللي بيقولوا عيسى ولده في الأيام دي، هم ذاتهم بيقولوا عيسى ده الله، والله بيقولوا كده النصارى اللي فين دل كلهم بيقولوا عيسى ده الله. كيف يكون الله ولده في اليوم ده؟ الله بيلدوه يا جماعة؟ الله قال: لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، يعني ما يشبه أحد، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تضربوا لله الأمثال، هل تعلم له سميا؟ ربنا سبحانه وتعالى. وقال في صحيح البخاري قال الله تعالى حديث القدسي: يشتمني ابن آدم وما ينبغي له ذلك، فأما شتمه إياي فقوله إني اتخذت ولدا وأنا الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد لم ألد ولم أولد. ربنا سبحانه وتعالى. فأنت لو مشيت هنيته تلا مبروك عليك العيد، معناته هنيته بالعقيدة دي بالمناسبة. أما موضوع شم النسيم ده، قالوا عيسى اليهود صلبوا وقتلوا ومات 3 يوم، بعد 3 يوم قام شم النسيم، ويسموه الغيامة، يعني قام بعد 3 يوم، مات 3 يوم، صلبوه وقتلوه. لما تمشي تقول للنصراني مبروك العيد، معناته قلت له مبروك إنه عيسى صلب وقتل، وربنا قال في القرآن: وما صلبوه وما قتلوه ولكن شبه لهم. فلو هنيته بالعيد معناته قلت له كلامكم صح، قتلوه وصلبوه، وكلام الله غلط، قتلوه وصلبوه. الكلام ده كلام خطير يا جماعة. عشان كده زول ما يتهاون يقول لك هو هناني في عيدي يوم الضحية، أنا بهني في عيده. عيدك حق وعيده باطل، عيدك دين وحق وعيده كفر، تقول له مبروك عليك الكفر؟ يجوز تقول له زول لو زول زنا وشفته زنا يجوز تقول له مبروك؟
أهون تقول له مبروك للزاني مع إنه حرام، أهون مما تقول للنصراني مبروك العيد لأنه ده كفر مش حرام ساي، كفر. كيف تقول له مبروك الكفر؟ إذا كان هناك ما بتقول له مبروك الزنا، هنا ما يجوز من باب أولى وأحرى إنك تقول له مبروك الكفر، ما يجوز ما يجوز. يقول لك بيزعل، خليه يموت بوزه 70 متر ذات، مات ما تبارك له، لأنه ده كفر بالله سبحانه وتعالى. ونحن كمؤمنين يا جماعة مطالبين إنه نخالف اليهود والنصارى. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما بدل اليومين ديل قالت اليهود ما ترك محمد شيئا إلا وخالفنا فيه. يبقى ده دين الإسلام، إنك تخالف اليهود والنصارى في شنو يا جماعة؟ في أي حاجة، في أي شيء تخالفه. ثم ثالثا وأخيرا المفاسد اللي بتحصل في اليوم ده، شباب يقول لك نحن الليلة مروسين يا أخي، ويمشي أجر العربات مظللة، والماء مظللة يضربوا القزاز طين، طين الواحد ده، أو يضربوه ببخاخ ده، ما يشاف جوا اللي بيحصل شنو. ليه؟ لأنه جوا بيحصل جرائم ومفاسد وانتهاك للأعراض. وأكثر يوم فيه زنا في الدنيا كلها، فيه زنا وانتهاك للأعراض وانتهاك لبنات الناس في هذا اليوم، بيسموه رأس السنة، أكثر يوم والله تشوف بعينك عديل ولا بتدس ذاته في اليوم ده. واحد سوى أمجاد قال والله أنا في شاب ركب معي هنا أجر الأمجاد قريب 6 ساعات في ليلة رأس السنة اللي فاتت ولا القبلية، قال ركب له قريب 20 بيت، 20 بيت يركب دي غشة ينزلها، يركب دي غشة مؤجر، وذاك زي الحمار لا في بيو السواق، لأنه ما ممكن يا جماعة زول يشوف الجريمة قدامه ويكون سايق ماشي. ده بشر، ده بشر يا أخي، يا أخي حتى الحيوانات يا أخي تغير يا أخي. في البخاري قال عمرو بن ميمون الأودي قال رأيت في الجاهلية إن قردا زنى بقردة، قرد زنى بقردة. كيف فسر الكلام في مسند الإمام أحمد؟ القصة أطول من البخاري. قال في قردة خدت يدها كده، والقرد خدت خده على يده نايم كده، فجاء قرد آخر ينازل من فوق من الجبل فشم القردة، بيحكي كده وقصة حقيقية حصلت، فشم القردة فسلت يدها من تحت خد القرد الأول وذهبت مع القرد الثاني فزنى بها، ثم جاءت فوضعت يدها تحت خد القرد الأول، الدلوق هذاك خدت يده تعيد خده خلاص، قال فقام فشمها، شمها كده عرف الحاصل، شمها عرف الحاصل، فشمها فعرف ما بها فصاح يمينا ويسارا فاجتمع القرد من الجبال، فصار القرد يصيح ويشير إليها، يعني كأنه يقول لهم دي عملت عملية بطالة. قال عمرو بن ميمون فاجتمع القرد عليهما فحفروا لهما إلى الصدور ودفنوهم لحد هنا، وأعمقوا لهما ورجموهما بالحجارة حتى ماتا، وكنت في من رجم معهم. قرد، قرد يا غير يا أخي. حكى ابن حجر في فتح الباري قصة حصان، حصان جابوا له أمه ليطأها فرفض، قدر ما يجيبوها بجاي يهيج وكورك ويصرخ، فغطوا عينيه، غطوا له عيونه، وأدخلوا عليه أمه فوطأها، لما انكشفوا عيونه لقاد أمه أدار برأسه فقطع ذكره من محله ورمى به، غير بغار. الليلة واحد راجل تلقاه أبو الأسرة عمره 65 سنة، بنته تطلع في رأس السنة يجيبوها الأولاد له الساعة 3 صباحا، يقول له خفنا عليها من الكلاب، خير الكلاب ولا ديل؟ وده حاصل يا ناس، والله ده حاصل، حاصل. وإذا فتح بوزه المرأة من جوه ممكن تفكه بحلة، في رجال زي ديل. ونسوا أو تناسوا قول الله تعالى الرجال قوامون على النساء، قال ابن كثير فالرجل هو القيم على المرأة وهو سيدها وربها وسيد البيت، رجل ذكر في البيت كده كده، ما كده ما كده، بس ما يأمر بحرام، لكن يأمر أي أمر، الأمر يتنفس، زول ما يكون قاعد والبنات طالعات والأبساط ضيق، وهو العمة الفراس قريب 6 أمتار والبيت ضبية في متر إلا ربع،
سكرت لابساه وطالعه بيه وما قادره تمشي لحد ما شرطه من ورا لانه ما قادره تمشي اصلا. وده الحاصل يا ناس. والسبب في ده كله ضعف العقيده وضعف الايمان. رب الاسره ده لو كان بيخاف من الله وموحد ومؤمن بالله تمام كان ضبط البيت تمام وكان انضبط اول حاجه. والله كان انضبط اول حاجه. لكن لما يكون ذات وعقيدته ما في الله، عقيدته في فلان وفي شيخ فلان وفي القبر الفلاني، بتلقى ايمانه ضعيف لانه بيخاف من دلقان. دلقان معلق له في ضريح يخاف منه، فده تلقى بيته محلول. ليه؟ لانه عقيدته ما في الله، في غير الله، عقيدته ما قويه، ما في ربنا. فدي اول حاجه نحن نعاليها يا جماعه. زول عقيدته في الله. يا اخي يا اخي، من اعظم مصيبه نحن ابتلينا بها انه الكلام ده ذاته في ناس ما بيدوروا. واحد تقول لي خلي عقيدتك في الله يزعل كده يا جماعه بالراحه، الكلام ده بزعل؟ انا قلت لك خلي عقيدتك فيني انا ولا في الله؟ في الله. تزعل ليه؟ ما الله خلقك وعمل لك اذنين. ربنا سبحانه وتعالى، ربنا قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون، ان الله هو الرزاق. هو الرزاق، ما حجاب ولا تميمه، هو الرزاق ذو القوه المتين. الله اللي بيرزق، الله اللي بيحمي، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. فالناس لما تركوا العقيده والايمان تزعزع في نفوسهم ظهرت المعاصي والمنكرات والزنا والتشبه باليهود والتشبه بالنصارى والاحتفال بالكريسماس وراس السنه وسجم الرماد. ليه؟ لانه التوحيد بقى ضعيف. ضعيف. وحتى الشيوخ والعلماء اللي بيجوا ما يتكلموا في التوحيد، في التلفزيون، في الراديو، غنى تلقاه قدر الضربه ولابس له عبايه كذا متر، ما يتكلم في التوحيد ولا يعلم الناس انه يتعلموا كيف يؤمنوا بالله سبحانه وتعالى ويوحدوا الله سبحانه وتعالى ويلجأ امورهم في الضر وفي الملمات وفي الكربات لله سبحانه وتعالى. ما يلجأوا للناس، ما يلجأوا للبشر زيهم. والله مش لو بقى صالح، لو بقى ملك، ملك ملك عليه السلام ما يستدعو وتخلي الله. خلي زول ساكت، تدعوه ملك، تدعو رسول، تدعو نبي وتخلي الله، انت اشركت بالله. ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. أي واحد بيدخل هنا صالح طالح كويس كعب سمين ضعيف أبيض أصفر أحمر أسود أحدا، ما تدعوا مع الله. 200 الناس يعرفوا هذه الحقائق المتفق عليها. دي ما أمور خلاف، بعض المساجد يكتب لك إياك والتحدث والمسائل الخلافية. قاصدين ده الله واحد، ده فيه خلاف؟ أفي الله شك؟ ده فيه خلاف؟ وده أهم أمر، ده أساس الدين. زي الجامع عنده أساس يا جماعة، ده أساس الإسلام. قبل الكلام في الصلاة، قبل الوضوء، قبل الزكاة، قبل الحج، قبل فرائض الوضوء، قبل الطهارة، قبل التيمم والغسل، ده أساس الدين. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ قال له فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله. ده أول حاجة قال له، أوعك تبدأ بحاجة غير دي. فإذا وحدوا الله فأعلمهم بالصلاة بعد، إذا انتهوا من الصلاة أعلمهم بالزكاة. الدين ده مرتب، أول حاجة الداعية والشيخ والإمام يدعو لنا الناس. الموضوع ده صح موضوع صعب وبيجيب مشاكل، لكن ده درب الرسول عليه الصلاة والسلام والأنبياء كلهم صلى الله عليه وسلم أجمعين. ربنا قال ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى صحبه، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.